السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله كنقترح عليكم طريقتي في تحضير القتبان. غادي نحتاجو فيهم طريفات هكا ديال اللحم، قتبان ديال اللحم، وغادي نحتاجو واحد البصلة كبيرة مشلطة، وهنا عندي القزبر والمعدنوس حتى هما مشلطين. غادي نديرو ليهم التوابل. عندي هنا نص معلقة ديال البزار اللي هو الفلفل الأسود، نصف ملعقة من الكمون، ما نكتروش الكمون حتى الاخر عاد ديال، لان الشوى في الاخر كنديروا ليه الكمون والملح. ملعقة صغيرة ديال سكينجبير اللي هو الزنجبيل، عندي معلقة كبيرة صغيرة ديال القزبر اليابس مطحون. بالنسبة للعطرية اللي كنديروها بكمية كبيرة هي التحميرة او الفلفل الاحمر الحلو اللي هي البابريكا. انا ندير تقريبا 2 معالق بحال هكا صغار عامرين. طبعا الملح كيبقى حسب الذوق ديالكم. واحد الإضافة اللي كنديرها أنا كضطر للحم هي الخل، أي نوع خل عندكم، غندير واحد المعلقة ديال الخل بحال هكا. صافي، وغنخلطوا هاد المكونات كاملة باش نتبلو هاد اللحم. هذا هاد القزبان كيجيو زوينين وكيجيو فتيين. صافي، هنا من بعد ما تبلنا اللحم مزيان نعركوه مزيان بيدينا باش يتشرب اللحم هذيك العطرية والبصلة والربيع اللي درنا. صافي، دابا غادي نغطيو ونخليه يرتاح على الاقل واحد 3 سوايع ل 4، اولا نبيتو ليله كامله من الاحسن. ولا الا كنا غادي نشويوهم في الصباح كنبيتوهم كنديروا هادشي في الليل، ولا كنا غادي نشويوهم في العشيه كنديروا هادشي الصباح. المهم الافضل انهم يباتوا في هاد التقيده باش ما بركو فيها، باش ما كيجيونا فتيين وكيجيونا زوينين. صافي، هانتوما من بعد ما خليت الحيمات حتى تشربوا مزيان ديك اللي قمانه، خليتهم هنا واحد 5 سوايع. ودابا غادي ندوز باش غادي نضيف ليهم واحد شويه ديال الزيت نباتيه، ماشي بزاف، هي واحد شويه بحال هكا قبل ما كنزلقوهم في القطبان. كندهنوهم بشويه ديال الزيت نباتيه باش يجيونا محمرين وزوينين. صافي، دابا غادي نبدا كنديرهم في القتبان. دائما الطريقه باش كندخلوا اللحم في القتبان كندخلوها بشكل طولي، ومن الاحسن تقطعوا اللحمات يكونوا شويه هكا عامرين باش في الشي كيجيونا رطبين، ما كيجيوناش هكا قاصحين ويكرموا. هانتوما بالنسبه للبنات المبتدئات هذه هي الطريقه باش كنزلقوا اللحم. صافي، انا غنستمر بحال هكا. راه حطيت المجمر، حطيت الفاخر يشعل في المجمر، وانا غنستمر بحال هكا حتى نكمل القتيبات اللي عندي وندوزو باش نشوفو. صافي، دابا كنحطو القتبان. هانتوما نخليهم يتحمروا، نبقاو نقلبوهم على الجوانب على كلتا الجهتين حتى يتحمروا لنا مزيان. وهذا هو شكل القتبان بعد ما طابو.
هانتوما كتشوفوا كيفاش كيجيو محمرين زوين.